شكرا استاذتي العزيزه الاستاذه الدكتوره سناء يوسف استاذتي وحبيبتي على دعوتها الكريمه ان انا اكون جزء من هذا الايفنت الفيري فاليبل الحقيقه، وشكرا للمنصه الكريمه، وشكرا لاختي الحبيبه سياده العميده استاذه الدكتوره هويده، دايما معانا منوره المنصات ومنوره مؤتمراتنا، واخت عزيزه منذ ايام النيابه مش هنقول من كام سنه. هتكلم على موضوع في منتهى الاهميه اللي هو الفيدنج انتولرانس ان بيدياتريك انتنسيف كير يونت. انشورينج اوبتيمال نيوتريشن از فايتال للكريتيكال ايل بيشنت، والحقيقه ده الفورغوتن ايتم في الرعايات المركزه، وهنقول دلوقتي ليه حالا. والانترال فيدنج لازم يكون المين روت بتاعنا اللي بنشتغل عليه، لان انترال نيوتريشن ديفينتلي از بيتر ذان بارنترال نيوتريشن بيكوز ات سيف، ات هاز لو كوست، it prevent villus atrophy, maintain gut with less bacterial translocation and of course proper glycemic control. The feeding intolerance is the most common reason in PICUs to stop the feeding. دايما اجي الصبح الاقي النواب موقفين الفيدنج الانترا فيدنج، ليه؟ البيشنت از نوت توليريتنج. طب وات از ذا ديفينيشن اوف فيدنج انتولرانس؟ صعب جدا نلاقي سيرتن ديفينيشن اوف فيدنج انتولرانس، لكن النهارده انا هتكلم على وات از ذا فيدنج انتولرانس. Is it common in PICUs? What is the impact of feeding intolerance on outcome and how to manage the feeding intolerance? تخيلوا ان الفيدنج انتولرانس موجود in up to 60% of pediatric patients admitted in pediatric intensive care unit. الجات مال فانكشن بتعمل لنا ده، بتعمل لنا الفيدنج انتولرانس and even it causes مال absorption syndrome. الفيدنج انتولرانس في شكل ميلينا، في شكل abdominal distension and even paralytic ileus. ليه عندنا جات مال فانكشن في البيكيوز؟ لان عندنا a lot of predisposing or risk factors يخلوا العيان ده عنده جات مال فانكشن، زي السيستميك انفلاماتوري ريسبونس، بوست سيرجيكال سبيشالي ابدومينال سيرجريز، التشوك، الاسيدوز، الالكترولايت ديستربنس، انكريزد انتراكرينيال تنشن، السيداتيفز اللي احنا بنديها للعيانين، واوف كورس الميكانيكال فنتليشن اند انكريزد انترا ابدومينال بريشر. وي اول نو ذات ذير ار many components working as intestinal barriers. ربنا خلق لنا barriers طبيعية بتحمي الجت. microbial barrier، chemical barrier اللي هو الميوسين، physical barrier اللي هو الابيثيليوم، والimmunological barrier والmuscle layer. هنلاقي ان في الcritical situation كل barriers دي affected. من اول المايكروبيوم التريشن، كفايه الانتيبيوتكس اللي احنا بنديها في الرعايات، اللوس اوف ميوسين انتجريتي، ديستيرب تايد جانكشن، سيل ابوبتوزز، اتروفي اوف جالت اند ديس موتيليتي. علشان كده هنختصر الكلام ده ونقول الباثوجينيسيس اوف فيدنج التورانس عباره عن حاجتين مهمين، ديس موتيليتي في الجت ولوس اوف انتيروسايت ماس. الجت ديس موتيليتي بتبتدي من الاستومك اب تو داون تو ذا كولون، يعني الاستومك بيبقى فيها ويك لور اوسوفيجال سفنكتر، ريفلكسنج، ريديوسد انترال كونتراكشن، ابنورمال فاندس موتور اكتيفيتي، جاستريك ستيزز، بيبقى فيه ابنورمال جيودينال كونتراكتيليتي وريديوسد كلونيك كونتراكتيليتي. عشان كده في كتير من الليترتشر بيسموها الليزي جت اند ذيس از اوف ديستاينال مونومتري. هنقول هنا في بوينتر لتحت ولا لفوق؟ هنشوف هنا احنا عندنا دي النورمال جت، ده نورمال فولنتير، شوف الاكتيفيتي هنا عيان كريتيكال ايل تقريبا فلات. الكوز اوف ديسموليتي كتير بقى، a lot of cytokines و interlocking زي ما الاستاذ دكتور هشام عوض قال في المحاضره السابقه، و جت نيورو ترانسميترز بتسبب لي انهبيشن للجت موتيليتي وبتعمل لي الليزي جت. الجيرد از فيري كومن امونج كريتيكال ايل بيشنت، and this is one of our publication among pediatric intensive care unit عين شمس university اللي اثبتنا فيها علاقه الجرد بس مش بالفيدنج انتولرانس، لكن بحدوث كومبليكيشن مهمه اللي هي الفنتليتور اسوشيتد نمونيا، وكتير من البابليكيشنز حصلت بعد كده وسميتها حتى الديس باي اسيدرين. شوف قد ايه الريفلوكسنج بيشنت از فيري كريتيكال بيشنت. انتيروسايت ماس برودكشن بيحصل ليه؟ عشان عندنا جات انفلاميشن، شوك ستيج، فازو بريسورز، كل الريسك فاكتورز دي بتقلل لنا البرفيوجن للانتيروسايت، فبتعمل لنا ريلاتيف اسكيميا اللي بتعمل لي فيلاس اتروفي. ايفن اثناء ريبرفيوجن والفازو دايليشن بيحصل ريبرفيوجن انجري وباول وول اديما واجين ديس موتيليتي.
طيب I have to monitor the feeding intolerance ده أنا لما بتيجي أكل للعيان لازم أتابع العيان tolerating الكلام ده ولا لأ. أنا عندي feeding intolerance predictors و feeding intolerance predictors دي أنا ببقى عارفها قبل ما بتيجي، ببقى عارفة أن العيان ده is not ready for feeding وبجرب، والماركرز أن العيان ابتدى and he is not tolerating. A lot of signs بقى نقدر نقول عليها markers and predictors like increase the gastric residual volume, upper GIT symptoms and signs like vomiting, bowel sounds frequency, lastly abdominal pain or distension. دي السيمتومز اللي أنا ممكن أعتمد عليها والساينز: gastric residual volume, vomiting, diarrhea, abdominal distension and serum lactate. ليه serum lactate؟ لأن بيقيش التشو perfusion اللي أهمها السبلانكينيك perfusion. I can follow the lactate clearance and the lactate level على أساس إن هو perfusion marker. طب نتابع مين في دول؟ A lot of studies بقى اتكلمت على الموضوع ده وكلهم أجمعوا على إن الجاستريك ريزيديوال فوليوم هو أهم ماركر أقدر أتابعه. لو بصينا أنا عارفة إن الخط صغير، هنلاقي في ناس اعتمدت على الأبدومينال ديستنشن والكونستيبيشن والفوميتنج، لكن إلى جانب الجاستريك ريزيديوال فوليوم. So a bedside definition of feeding intolerance إيه؟ لأي intensive استعاد في الرعاية المركزة إن الجاستريك ريزيديوال فوليوم is more than 3 ml per kg or more than 150 ml or more than half of the previous فد. لو خرج اكتر من نص الرضع اللي اخدها قبل كده ده معناه increased significant increase في الجاستريك ريزيديوال فوليوم. Or if one of the following were recorded in the last 24 hours اللي هم 2 or more episodes of emesis, bilious or non-bilious, 3 or more episodes of loose stool, abdominal distension and subjective abdominal discomfort لو الطفل قدر يعبر عن نفسه. Elevated gastric residual volume. طب لو أنا لقيت العيان ده عنده elevated gastric residual volume أعمل إيه؟ أوقف الفيدنج؟ No. We have to repeat the measurements. Maybe obtained after 2 hours. وهشوف الgastric residual volume ثابت أو بيزيد أو لا. If two consecutive measurements are elevated, ده معناه إن أنا هقدر أعمل withhold للinteral feeding and I will retry after 4 hours. لو الgastric residual volume ابتدى يتحسن ما ارجعش للزيرو، يعني انا لو بتيجي الوضع بتاعتي ب 10 سنتي للطفل ده وكنت وصلت ل 60 ولقيت جاستريك ريزيديوال فوليوم ارجع ل 30 اللي هو 50% من اللاست فيد اللي انا وقفت عندها، لان الكلام ده بيعطل الفيدنج جدا ويدخل العيان في ستارفيشن. الفوميتنج، we have to remember ان الفوميتنج in critical ill children can occur in up to 30% of patients. تخيلوا تلت عيانين الرعاية ممكن يرجعوا نتيجة الرفلكس او الجوت فيلير او فيدنج انتولورانس او حاجات تانية كتير. ايه بقى الحاجات اللي ممكن تعمل لي الفوميتنج؟ باول اوبستراكشن باريتيك الياس جايز، اريتيشن الراي اللي انا حطاها ممكن، ويك سفنكتر، سوباين بوزيشن، لكن ما ننساش ابدا الميديكيشنز. احنا بندي ميديكيشنز كتير في الاي سي يو والعيان يفومت بيكوز اوف ذوز ميديكيشنز، واحنا نتخيل ان العيان ده نوت توليريتنج فيدنج. على راسها الانتي بايوتكس، كل كيفالوسبورنز بتعمل فوميتنج، الكيمو ثيرابيوتيك ايجنتس، الستيرويدز، الاوبيويدز، ايفن المورفيا باتش اللي بتتحط في الادلت ات كان انديوس سيفير فوميتنج، واحنا ما بناخدش بالنا ونوقف الفيدنج ونقول العيان از نوت توليريتنج. How to manage the vomiting antiemetics ممكن نجربها أو try to adapt the delivery. بدل ما نديله العيان ده bolus feeding ممكن نديله continuous feeding أو withhold feeds أو نعمله continuous drip. The bowel sound, we do not rely on bowel sound in pediatric intensive care unit to diagnose the feeding intolerance. ليه؟ لأن عادة العيانين دول بيبقى عندهم weak bowel sound. كمان عندي مانوفرز بتتعمل للعيال كتير زي الدياليسيس، زي العيان اللي على هاي فريكونسي فنتيليشن. I cannot really auscultate the bowel sound. It is considered علشان الاوبستراكشن عشان الباراليتيك الياس كسايد ايشو، يعني ريسك فاكتور زياده، بارامتر زياده، لكن هل ده اللي انا هقول عليه العيان ده عنده فيدنج انتولرانس او لا؟ نو. Constipation and diarrhea are frequent in critically ill children, less commonly considered a sign of feeding intolerance in pediatric intensive care unit like adults. يعني في الادلتس لما يلاقوا عندهم absolute constipation يقلقوا، في الاطفال لا، لان احنا عندنا اسباب كتيره جدا نفكر فيها. الدايريا كان بي كوزد باز اذر ايشوز اذر ذان فيدنج انتولرانس، طبعا زي ايه؟ زي الكوليستريديوم ديفيسيل، زي الهايبو البيمينيميا،
زي الشوك ريبر فيوجن انجري، زي الاوزمولاريتي بتاعت الفورميلا اللي انا بديها، كل دي حاجات ممكن تسبب لي ضيريه في العيان وما يبقاش فيدنج انتولرانس. Etiology of constipation in ICU patients is multifactorial الحقيقة، including the immotility ممكن، لكن الفلويد والالكترولايت disturbance ممكن يعمل لي hypokinesia في الجوت، adverse effect of medications again السبسز. والمانجمنت اوف constipation must focus على سبب الكونستيبيشن الأول قبل ما أقول للعيان ده لأ ده عنده feeding intolerance، وقف الفيدنج للعيان اللي عندك في الرعاية. الميديكيشنز اللي ممكن تعمل كونستيبيشن او اجريفيتد الاوبيويدز اجين، الانتي كولينرجيك، الكالسيوم شانل بلوكرز، الدايوريتكس، طول النهار ندي لازكس للعيانين دول وهو بيعمل فوميتنج وكونستيبيشن، والانتي كونفالزنت والبين ريليفرز كلهم. ابدومينال بين اند ديستنشن ماست بي سيجنيفيكانت، لكن الديستنشن لوحدها كده مش كفايه، لازم اشوف العيان ده عنده حاجه مسببه لي ان الابدومينال جرس ده كبير، زي الاسايتس، زي الاديما، زي فول بلادر، زي عن على هاي بريشر فنتيليشن ونفخال البطن مش مركبه رايل كويس للعيان، كل دي حاجات ممكن تنفخ العيان. فالاول اشوف الابدومينال ديستنشن ده جات ريليتد اور نوت جات ريليتد قبل ما اقول ان ده ساين اوف فيدنج انتولرانس. الابدومينال جرس مهم لكن ات از تريند اوفر تايم، يعني ما ينفعش اقول اصل ده الابدومينال جرس كبير على سنه على وزنه. نو I have to measure and follow up the measurements بتاعتي بعد كل فيد وقبل كل فيد. الماركرز اوف سيستميك تيشو برفيوجن مهم جدا. لو انا عندي عيان كان شوكت وتحسن وعملت له فريود ريسستيشن وبقى كويس، والعيان ده ابتديت له فيدنج، والفيدنج از اي سي كلينيكالي ان هو هيموديناميكال ستيبل، ولقيته ان توليريتنج الفيدنج، في نفس الوقت اللاكتيت بتاعتي عماله تعلى في العيان ده، لا يبقى انا حكمي الكلينيكال على العيان اضيف ان هو هيموديناميكال ستيبل ما كانش صح، لان انا عندي سيرم لاكتيت از ماركر اوف تيشو بيرفيوجن بتقول لي حسبي انت لسه ما عملتيش تيشو بيرفيوجن كويس، استني لما تعملي تيشو بيرفيوجن كويس عشان تقدري تفيد العيان ده بروبرلي. طيب يعني احنا بنتكلم على الفيدنج انتولرانس ليه؟ ايه الامباكت بتاع الفيدنج انتولرانس على عيان موجود جوه الرعايه المركزه ده؟ الفيدنج انتولرانس والانتربتد انترا نيوتريشن بتوصل لسب اوبتيمال نيوتريشن، سب اوبتيمال نيوتريشن بتعمل لي مال نيوتريشن. طب هل ايه هي الكومن فاكتورز اللي بتخليني كمان ما اكلش العيان ده؟ الرعايه مليانه ريسك فاكتورز تخليني ابقى عندي سب اوبتيمال نيوتريشن، مش بس الفيدنج انتولرانس، ده الشباب بيتلككوا. الراي المسدوده هنوقف لغايه ما نشوف فيه ايه، نازل يعمل ام ار اي هنوقف بقى الفيدنج النهارده، الام ار اي اتقدم بكره، طب خلينا لبكره بقى مش مشكله، هو ما عملش النهارده هيعمل بكره. فتلاقي بري بروسيجرز وبوست بروسيجرز وراي التيوبنج بروبلمز وفيدنج انتولرانس، كل ده يعملوا لك انتربتد فيدنج، وكان نيوتريشن في الاي سي يو رفاهيه اند ات از نوت. ICU patients with poor nutritional status commonly experience ايه؟ طب وايه يعني؟ ما يخس شوية في الرعاية ويطلع هيبقى كويس وزي الفل، لا. العيانين دول بيبقى عندهم loss of lean body mass، عندهم muscle weakness، لو العيان ventilated والله ما هيخرج مع جهاز. You cannot wean a patient from a machine while he is malnourished، لازم العيان يبقى with proper nutrition. Negative micronutrient balance يعني كمان poor immunity, immune dysfunction, delayed wound healing، ودي بنشوفها كتير في البوست سيرجيكال بيشنتس. لو انت مش هتدي العيان النسيسه نيوتريشن بتاعته ما مش هيحصل هيلينج للوند، ويحصل prolonged ICU stay. Prolonged ICU stay equal nosocomial infection equal higher cost of the patient equal finally immortality. Actions to improve the feeding intolerance, establish intra-nutrition guidelines ومونيتور البريدكتور. استابليش انترا نيوتريشن جايد لاينز، دكتوره ميرفت جمال هتدينا فاليبل ليكتشر اباوت الانترا نيوتريشن جايد لاينز، لكن لازم نقول ان في حاجه اسمها انترا نيوتريشن براكتس باندل، عباره عن ان انا بعمل اسسمنت للعيان عند الادميشن، احسب له الكالوريك انتيك، اديله انترا نيوتريشن، اقعده سيمي سيتنج بوزيشن عشان ما يحصلوش اسبيريشن، وديلي تشيك ليست للنيوتريشنال ستيتس بتاعته. امونيتور الماركرز بتاعت البريدكتورز والفيدنج انتوليرانس، بريدكتورز وماركرز، ودي قلناها قبل كده.
وي اتشينج الفيدنج ميثود. خلاص انا العيان مش بيتوليريت بالطريقه دي وانا صلحت كل الحاجات اللي عندي، ندي كونتينوس، نغير الفورمولا، نغير الاوزمولاريتي بتاع الفورمولا، كومن اكشن سبيشالي في العيالين الصغيرين قوي الانفانتس والنيونيتس، ان احنا ممكن نعمل ترانس بايلوريك فيدنج، يعني اعدي قصه الاستومك دي خالص واعمل له ترانس بايلوريك فيدنج. هي صعوبتها ان عايزه فيري سكيلفل بيرسون هو اللي يركب الترانس بايلوريك، ودي مكانها في الاكس راي، ودي بنعمل لها فولو اب بالسونار عشان نشوفها راكبه في مكانها ولا لا. مين اللي بيحتاج؟ العيان الشقد، العيان الريفلكسنج بعنف، العيان البوست اوبراتيف، سبيشالي العيان البوست كارديو ثوراسيك، كل دول عيانين بيحتاجوا الترانس بايلوريك. تشينج الفيدنج فورمولا عشان اغير الاوزمولاريتي، احط امينو اسيد بيزد، احط بيبتايد بيزد، اغير لفورمولا اسهل تو بي دايجستد اند تو بي توليريتد. واخر حاجه اي كان كونسيدر البروكاينيتكس، زمايلنا الجراحين بيحبوا جدا البروكاينيتكس، بيدوها عمال على بطال. احنا في الميديكال اي سيوز بنحاول نصلح اخطائنا قبل ما ندي بروكاينيتكس لايك اريثروميسين وميتاكلوبراميد. ماي كونكلوجن از ذات انترا نيوتريشن از ا برايورتي. ما ننساش ان احنا ناكل العيان which is very common. monitoring the feeding intolerance predictors or marker and avoid the interruption of the feeding is very. ما تنساش ان العيان انت وقفت الفيدنج رجعها بليز. consider the other causes of patient symptoms before feeding stoppage decision. ايه اللي عامل vomiting؟ يمكن medication انا بديه. ايه اللي عامل constipation؟ يمكن حاجه انا بعملها. feeding interruption carries the risk of malnutrition and poor outcome. انت بتموت العيان بتاعك لما ما بتعملوش proper nutrition. and thank you. Morning, dear.